استاذ مساء الخير. ازيك يا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ ازي حضرتك يا كابتن؟ ربنا يخليك. الحمد لله. راي حضرتك النهارده في الماتش؟ لا، هو انا رايي ثابت بقالي فتره يا كابتن سيف، على حتى الست نفسه اللي شغال بيه مستر جوميز، لان انا هنا مش هقول لعيبه ولعيبه صغيره، وحضرتك بتتكلم طبعا في حته الروح عندك حق فيها، حضرتك بتتكلم في حته القلب، في حته الغلطات من لعيب المفروض ان عنده خبرات زي الزناري ما غلطاش، انما كل ده يا كابتن سيف انت اتكلمت في نقطه ولمست نقطه لازم نفكر فيها شويه. ايه هي؟ حضرتك بتقول ان جوميز وريح الناس والدفع للناشئين، في عرف الكوره كابتن سيف الدفع بقطاع الناشئين او بلعيبه الناشئين بيبقى ليه سيستم وليه نظام مختلف عن اللي بيعمله مستر جوميز. حضرتك قلت نقطة مهمة تاني، اللي هي إن الخسارة بتجيب خسارة، الهزيمة بتجيب هزيمة، وأنت عودت لعيبتك الفترة الأخيرة المجموعة اللي بتلعب دي على الخسارة، مش ساندهم بأي حد. دي نقطة. توظيفك لعيبة نفسه، أنا عندي لعيب زي محمد السيد مثلا كابتن سيف، النهاردة لعب أكتر من 110 دقيقة، راجل طول عمره طول تاريخه في قطاع الناشئين بيلعب نص ملعب ديفندر، 6 8 1 حاجة من الاتنين. النهارده انت بقالك ماتشين بتدي له باك رايت، في ظل ان انت عندك معايا كابتن سيف، معاك يا فندم، مع حضرتك. طيب في ظل ان انت عندك سيد نيمار اوريدي متمرس في المركز ده، بتغير برضه مركز سيد نيمار وتحطه هاف ليفت. هل ده مع مجموعه الناشئين وتغيير مراكز اللعيبه والدفع بلعيبه صغيرين في السن، هل ده صح فنيا؟ انا عمري ما شفته. ممكن العب بالقطاع او بلعب بمجموعه لعيبه صغيره، بس ادي كل واحد في مكانه، انما كمان بدي ولاد صغيرين واغير لهم اماكنهم يا كابتن سيف. كابتن انا كابتن طارق اللي مستوقفني هنا الجمله الكبيره العظيمه اللي حضرتك قلتها، بتاعه ما ينفعش تلعب للزمالك والخساره مش مهم، ما ينفعش تبقى الروح مش مهم. انت في الدقيقه 96، يعني فاضل لك 5 ثواني، الحكم هيصفر، امسك كوره واقف عليها واطلع وانا نادي الزمالك. النهارده شعورنا واحنا بنتفرج او الناس بتتفرج ان الموضوع ما هو هادي جدا. ده ليه اسباب فنيه، السبب فيها الراجل. انا معلش ممكن تختلف معايا في وجهه نظري، انا اقتنع بوجهه نظرك، لا انا هتقتنع بوجهه نظري، ده امر يا كابتن سيف بالنسبه لي مش هغير وجهه نظري فيه. اني طريقه يعني كابتن سيف، هو في حد اللعيب الخبره الوحيد اللي عنده وحضرتك هترد عليا تقول لي ما هو مش كامل الصغير في السن، اللعيب الوحيد اللي في الفرقه في ريحه الكره السليمه المظبوطه الكره الحلوه وماشي كويس النهارده، اجي اطلعه بعد ما يجيب الجون وهو الوحيد اللي ممكن يقف لك على الكوره، يحط الكوره تحت رجله ويدي اللعيبه خبرات في الملعب، يخليهم واقفين بيعرفوا يدافعوا كويس، يتكلم معاهم في الملعب، او مساحب المفروض شيكابالا ماشي كويس جدا، لا اسحبه اطلعه تعالى شيك اقعد جنبي واقوم دافع بحد صغير تاني، مع ان الصغير ده اوريدي هو لعيب كويس بس محتاج حد جنبه تقيل. انا بحس النهارده كابتن اللي فرق النهارده في المباراه ان فرقه طلائع الجيش مصدقه نفسها، مصدقه انها ترجع، مصدقه انها تكسب، مصدقه تطلع بالماتش، ولعيبه الزمالك مش مصدقه، يعني الامور هاديه قوي. الامر فني مش لعيبه الزمالك، لعيبه الزمالك ليهم جزء، انما هم مش هم اللي اتحطوا في الموقف ده، منهم لنفسهم الراجل اللي حطهم في الموقف ده. انا لما بقى شيكابالا بيلعب حواليا كل الولاد الصغيرين وانا اللي شايلهم في الملعب ومش جنبي واحد ولا اتنين تاني تقال يقدروا يشيلوا معايا الفرقه، يا كابتن سيف انت راجل يعني معلش عندك خبرات في الحته دي. هو طريقه دفع بقطاع الناشئين الشكل اللي عمل بيه جوميز، هو ده منطق يا جماعه؟ هو احنا ليه احنا ساكتين على دي؟ ما هو اللعيب ده ما نزلش الملعب لوحده. طب اللعيب ده مش بيتمرن معاك بقاله شهر واتنين، ما اتعلمش حاجه، ما فتوش بحاجه، ما طلعتش منه حاجه، ما شفتوش كويس ولا لا في المكان في التوظيف اللي انت بتوظفه فيه. كل الكلام ده كابتن سيف عيب مدير فني من وجهه نظري. في غلطات طبعا اكيد 100% الموافقه على اللعب وراحه بعض اللاعبين وموافقه على هو في كابتن سيف. هو انت كنت تفضل الزمالك ما يلعبش الكاس؟
لا افضل الزمالك يلعب الكاس وياخد الكابتن سيف. الزمالك مش نادي قليل. ما بقاش انا متارجت، ما بقاش انا متارجت. ما هو كابتن، ما هو كابتن في الحته دي عشان نقول الحق بس هو هو مدي راحه للاعيبه. لا مش يا كابتن سيف، انت الزمالك مش مش لازم اتارجت بطوله واحده في الموسم، وما دام اني قادر اخد اثنين ما اخدهم، ما دام اني قادر اخد ثلاثه ما اخدهم. انا الزمالك يا كابتن سيف، جمهور الزمالك قد ايه حرقه الدم اللي هو فيها دلوقتي. انت يا كابتن سيف مش شايف ان سوشيال ميديا الزمالك الدنيا فيها مش كويسه؟ ايوه شايف النهارده، النهارده شايف الناس زعلانه. ايوه شايف جدا. ده من ايه؟ عشان اسم الزمالك كبير. الراجل لازم يفهم ان اسم الزمالك محتاج البطولات، او جمهور الزمالك محتاج بطولات. جمهور الزمالك لو بيلعب في 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 اي بطوله لازم ينافس عليها. احنا بقينا وصلنا مرحله في السنه دي في اخر الموسم ان فرق بينك وبين الاول في الدوري 30 بونت يا كابتن سيف. ان انت بتخسر كاس مصر في 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 ربع نهائي، ان انت بتاخد الكونفدراليه كانك خدت بطوله كاس العالم. لا لا يا كابتن سيف، في حاجات غلط كتير جدا انا شايفها. عايز تريح لعيبتك، هم ثلاث لعيبه اللي مجاهدين في الفرقه يا كابتن سيف. زيزو مصاب، المسلوسي اكتر واحد لعب ماتشات، عبد الله السعيد عشان لو محتاجه السنه الجايه عشان ان هو متقدم في في في, في عمره. بقيه اللعيبه كلها كواليس، كواليس زيزو رايك فيها يا كابتن؟ هتخلص على ايه؟ اللي انا عارفه يا كابتن سيف واللي انا متاكد منه من الكلام من مكان من ناحيه زيزو، من ناحيه زيزو، زيزو نفسه يعمل لنفسه اسطوره في الاخر الزمالك. بيفكر انه يبقى زي شيكابالا، بيفكر ان هو يبقى زي عبد الحليم علي الهداف التاريخي لنادي الزمالك، عايز يعمل ارقام، بيفكر ان هو يعمل ارقام. انما طبعا كل واحد ليه سعر وكل واحد ليه ثمن يا كابتن سيف. كل لعيب كوره دلوقتي ليه ثمن وليه سعر. الجمله دي تقصد بيها ايه؟ اقصد ايه يا كابتن سيف؟ انا دلوقتي بص يا كابتن سيف، زيزو كم مره انت كان عايز قدامه ان هو يمشي. انت عايز تقول لي ان ان الجمهور ما ياخدش حته القطة لبس عبوز ومش عبوز، كل واحد وليه ثمن وده عادي. لا قطة لبس مين يا كابتن سيف؟ ده 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 اختراع، ده اختراع واختراع فاشل. انا اسف، قطة لبس مين؟ هو ميسي كان بياخد زي بقيه اللعيبه؟ هو كريستيانو رونالدو كان بياخد؟ انا ما بشبهش زيزو بميسي. زيزو هو اللعيب الاكثر ارقام في الدوري المصري بقاله ثلاث سنين، ربنا يحميه ويحرسه ويكمل بالشكل ده. ولا بتكلم غلط يا كابتن سيف؟ صح يا كابتن، صح. لعيب لعيب يا كابتن سيف السنه اللي فاتت في يناير جاله 10 8 7 6 مليون دولار من نادي جايين للنادي غير الفلوس اللي جايه له. لعيب كان عنده شرط جزائي قبل كده. على فكره ما بدافعش عن زيزو، اصل زيزو ما بيقبضنيش ولا حاجه. لا لا عندك حق. صح. انا بتكلم ارقام يا كابتن سيف. صح ماشي. زيزو اللعيب، اللعيب اللي كان عنده شرط جزائي في نادي الزمالك وجاي له من قطر الريال القطري، والنادي عايز يبيعه 5 مليون وما رضيش يتفرج في النادي وقعد. كان ممكن يحط 2.5 مليون في جيبه غير عقده من ال 5 مليون اللي جايين للنادي، ويحط شرط جزائي ويمشي لو هو مش شاري النادي. يعني انت لو صاحب قرار تمضي زيزو وتديله اللي هو عايزه؟ طبعا. تمام. بالعقل. بالعقل يعني ايه؟ ما خد بالك بالعقل ازاي يا كابتن سيف؟ يعني انا مثلا، انا لو زيزو اتقعد معايا واتفاهم، زيزو في مشاكل 1 2 3 4 وانت حاضر وانت عارف وانت وانت، زيزو بيسمع كويس جدا. زيزو بني ادم محترف، عارف هو بيعمل ايه. وعلى فكره ابوه راجل محترم في الكلام، وانت انا سمعت حضرتك ان انت قلت ان انت كلمته. انا كلمت والده امبارح، ووالده راجل فاضل جدا وراجل محترم. واي كلام بقى بيتقال ان ابو زيزو بيطلب 100 مليون، والله العظيم اللي انا عارفه من التفاصيل ان زيزو ما طلب ولا اتكلم في فلوس. طب رايك يا كابتن مين اغلى، زيزو ولا بن شرقي؟ حضرتك عارف. لا انا باخد رايك انت. انت لو سالتني انا هقول لك على فكره، مش هتكسف. طب انت مين مين اغلى كابتن؟ انا في وجهه نظري زيزو. طيب مش محتاج. اصل هي بص يا كابتن سيف، فرق زيزو فرق بينه وبين اي لعيب في مصر حاليا هو الاستمراريه. الاستمراريه يا صح. كابتن سيف في لعيبه كتير قوي طلعت في الدوري المصري لعبت سنه واثنين وفرقعت وبعد كده انطفت مش موجوده. ده راجل ربنا يحميه ويحرسه بقاله اربع سنين خمس سنين نمره واحد. ولا ولا ارقام. صح صح. اصل انا مش هتكلم بقى ايه زي الناس يقول لك اصل انا خدت، لا ارقام في الملعب، ارقام تهديفيه، ارقام ليه ليه يا كابتن النهارده حسيت ان ان شيكابالا مش
مش فورمه نفسيه يعني. حتى لما جه الجول كان احتفاله يعني واضح ان هو مش يعني مش مبسوط، في حاجه مضايقاه. طب حلو، انت السؤال ده سؤال والله يا كابتن سيف انت جبت فيه من الاخر. كابتن على فكره انا عندي اسئله كتيره كويسه، بس انت لو فاضي في يوم تعالى نقعد. لا اصل السؤال ده مهم جدا جدا جدا. انت حبيبك يا كابتن. بتقول ايه؟ لما يبقى انا جنبي لعيب الكواليتي بتاعي عالي. اهو بص يا كابتن، بص الصوره حتى، هو رايح بيحتفل مع بس مش ده شيكابالا يعني، مش ده الحاله النفسيه. ماليش دعوه باداء ولا بتاع شيكابالا، لعيب كبير. انا عارف. بص يا كابتن، انا قلت لك من شويه اللعيب الوحيد اللي فيه ريحه الكره الحلوه بتاع الزمالك هو شيكابالا في الملعب النهارده. طبعا الاباتشي. طيب لما تيجي انا كشيكابالا دوري في الملعب في العمر ده ان انا العب 90 دقيقه او اقل من 90 دقيقه بحاجات بسيطه واصنع خمس ست فرص ما يجيش منهم ولا واحده جون بسبب ان اللي جنبي الكواليتي بتاعه مش عالي، دي مشكله بالنسبه لي. لان شيكابالا عايز يكسب. ما شيكابالا راجل اتربى على المكسب يا كابتن سيف. خد بالك يا كابتن سيف، في حاجات دي ده سبب دي شيكابالا. ممكن اسال حضرتك سؤال يا كابتن؟ اتفضل يا كابتن سيف. امتى مع جوميز والجهاز الفني يبتدي الحساب؟ يعني يبتدي جمهور نادي الزمالك او حضراتكم تقول لا خلاص بقى، خلاص جربنا واستوينا وناشئين وكبار وصفقات، امتى بقى لا احنا هنكسب كل حاجه؟ لا انا حسابي مع جوميز بعد بطوله الكونفدراليه، مش بعد، مش انت، احنا لسه مش هنحاسب جوميز يا كابتن سيف. ده راجل شغال مع اللعيبه دي بقاله اكتر من ست شهور. يعني انت هتحاسبه بعد السوبر الافريقي؟ لا طبعا انا بحاسب جوميز من ساعه ما بقول لك الكونفدراليه خلصت. يعني امتى يعني انت هتقول له لا خلاص ينفع او ما ينفعش؟ لا دي مش بتاعت انا، ده قرار مجلس الاداره. لا بتكلم انت كطارق السيد، بتكلم امتى تحس ان الراجل ده اخذ فرصته؟ انا شايف جوميز مش المدرب اللي يليق باسم نادي الملك كابتن سيف. اصلا انا بقول لك انا يعني ده علنتها مره واثنين وثلاثه يا جماعه، انا قلت قبل كده جوميز راجل ترينر مش مدير فني. راجل بيعرف يمرن كويس قوي، جاي فرقه كويس قوي. لما لا بيعرف يعرف يوظف لعيبه ولا بيعرف يعمل تغييره ولا بيعمل تريكات في الملعب اللي هي ممكن، هو راجل بيجهز الفرقه تحركات وباسنج جيم وتجهيز 10 على 10. انما احطه في اختبار في تغييره في قرايه جيم في حاجات كده، لا مش هو ده مستوى نادي الزمالك. طيب ده وجهه نظري من بعد الكونفدراليه. طيب زياد كمال صفقه جديده في الزمالك، وفي انباء ان هيحصل حديث مع ام بي لرجوعها، وفي احداث وفي حديث ان ام بي لا اخذ الشيكات وخلاص. برايك ايه؟ هل زياد يقدر يتوظف بشكل افضل من كده؟ في صفقات يا كابتن سيد بيبقى عليها قيل وقال. قيل وقال في ايه؟ يعني انا اشهد ان زياد ده لعيب كويس. واعتقد يا كابتن سيف التجارب قدامك انت شخصيا عارف ان طارق لما بيقول على لعيب كويس يبقى واثق ان هو لعيب كويس. ولا عندك اختلاف ده يا كابتن؟ يا كابتن انا ما اقدرش اناقشك فني، انت اسطوره. لا سيبك، لا انا مش اسطوره، ده انا اغلب واحد في الدنيا. طب انا ارد عليك رد مقنع واكبرك يعني معترض؟ انت جاي النهارده معترض على كل حاجه يا كابتن، ده انا بديك حته ما اداش غير لحبايبي يعني. حبيبي والله يا كابتن سيف ربنا يكرمك. لا انا مقتنع معاك، زياد لعيب كويس ولعيب كبير. وعلى فكره انا شاهد عيان زياد كمال مع ايمن الشريعي كان عنده عروض كتير بارقام كتيره جدا جدا بدايه الموسم اللي فات ده. بص يا كابتن سيف، انا لو زياد ده انا ما كنتش مرنته على المستوى الشخصي ما كنتش هتكلم عليه الكلام ده. لان انا مسكت زياد كمال او مرنت زياد كمال مع الكابتن مع الدكتور ميمي عبد الرازق والكابتن احمد الكاس في مصر، مرن تحت ايدي ست شهور، شفته قدام عيني، اشتغل معاه في الملعب، فانا واثق ان هو لعيب كويس. ضغوط زياد كمال يا كابتن سيف بسبب موضوع العقد بتاعه والاعارات والارقام وال 100,000 وال 10,000 وال 10 مليون وال 5 مليون، ضغوط عاليه جدا مش اي حد يقدر يستحملها. وزياد لعيب مزاجي. يعني انت رايك ان زياد ده لعيب كبير يقدر يتوظف مع مدير فني اخر بشكل افضل من كده؟ بس نبطل بقى كلام يا كابتن سيف في حته العقد يا عم يتمشوه عشان موضوع العقد بتاعه والمشاكل اللي في عقده او الكلام اللي مكتوب في عقده. يا خلاص يا الراجل قاعد عشان يعرف يركز عشان يعرف يشتغل عشان تاخد. بص يا كابتن، بص يا كابتن طارق ما تزعلش مني، انت فضل. انت حضرتك لعيب كبير بتاخد عقد كبير، تعرف تسد ودنك،
ما بتقدرش تستحمل الضغوطات، ما تلعبش في ليفل. ما انا بس بقى انا بقول لحضرتك عشان احنا دلوقتي، احنا دلوقتي بقينا في قصه ايه؟ واحد يقول لك ايه ما تقولش الرقم، واحد يقول لك اصل الجمهور مضايقني، واحد يقول لك اصل مش عارف مين فين. انت حضرتك بتلعب في ليفل كبير، راجل عقدك كبير، العب دوس على نفسك والعب. لو انت مش قادر، لو مش شايفه لعيب شخصيه، ايوه الناس هتفضل يا كابتن تتكلم على عقده وتتكلم على ارقامه، لان لعيب كبير راح برقم كبير. فانت النهارده لازم يكون عندك مردود. يعني انا هنا بنصح زياد ان هو انت سد ودنك. ما في، انت النهارده كابتن اللعيب واحد زي زيزو، واحد زي اي لعيب يقول لك انا النهارده باخد 30 40 50، هو ده مش رقم يخليك تطير من على الميه مثلا؟ اكيد طبعا. بس هو اللي بياخد كده، انا بدفع ليه بده؟ انا بدفع عشان انت لعيب كبير، عندك ثبات انفعالي، بتلعب تحت ضغط، لعيب سادد ودنك زي شحاته كده مثلا، لعيب تحت اي ضغط. قلنا ايه؟ لا ده مش ليفل الزمالك، كسر الدنيا، ده مش ليفل المنتخب الاولمبي، كسر الدنيا. اصل كلام ان مش في دماغه، انت لازم تسد ودنك وترمي ورا ظهرك، يا اما انت هتلعب في ليفل مختلف. مش مختلف معاك، وممكن تكون بنسبه كبيره جدا حضرتك صح في الكلام ده، وانا لما بلاقي كلام يقنعني ما عنديش مشكله. يعني محدش، انا والله يا كابتن بحبه، فعايز انصحه ايه؟ محدش هيبطل كلام عليك، ولا حد هيبطل كلام على عقودك. اقفل انت بقى ودنك واشتغل. طيب، هو خلاصه الكلام في الزمالك كابتن سيف الفتره دي، انت داخل على بطولتين، المفروض اللعيبه هتريح، هتاخد راحه، لازم لازم يبقى في تحركات قدام الناس، لازم يبقى في مين الصفقات اللي جايه، المجلس يبتدي يشتغل شغله اللي هو الجمهور منتظر منه، لان الزمالك داخل على بطولتين صعبين جدا. وانا بنصح من دلوقتي من بدري جدا، احنا خلاص الموسم انتهى النهارده بالنسبه لنادي الزمالك، صح ولا غلط؟ صح يا كابتن، صح يا كابتن، صح. الموسم انتهى بالنسبه للزمالك النهارده، صح. اللعيبه هتاخد اجازات وهتبتدي تشتغل تجهز لبطوله السوبر الافريقي والسوبر المصري، بطولتين ورا بعض. طبيعي جدا ان انت الراجل حاطط في دماغه وقال لك ان انا بجهز لماتش السوبر الافريقي. لا، احنا عندنا بطولتين، بطوله السوبر وبطوله السوبر الافريقي والسوبر المصري، صح. لازم نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك يحس من جواه ان في حاجه بتتعمل، في صفقات بتتعمل، في اسماء بتروح، في اسماء بتيجي، عشان كل الفرق بتتعب. نادي الزمالك بيمر بظروف صعبه وازمات ماليه 100%، كلام مظبوط. انما الجمهور ملوش دعوه، الجمهور قدامه لعيبه، قدامه مجلس اداره، قدامه احسن نادي باللغه البلدي. تمام. عايز يكسب، عايز يفرح، عايز يشوف فرقته بتكسب. صح يا كابتن. لان نادي الزمالك ليه جماهير، صح. غير اي نادي في مصر، زي النادي الاهلي، زي النادي الاتحاد في منطقته، زي النادي المصري في منطقته، زي الانديه الشعبيه. في انديه كابتن سيف ما ينفعش تتعامل، خاصه الاهلي والزمالك، تتعامل معاهم بالشكل ان لا، الجمهور مستني بطولتين على الاقل، او بطوله من البطولتين الجايين دول ان شاء الله باذن الله. كابتن، كل التوفيق، كل التوفيق للزمالك ان شاء الله. وبشكرك كابتن طارق، واشوفك على خير يا رب، وسهرنا حضرتك. على خير. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا.